الكلمة إلى الزميل النائب يوسف عجيسة. تفضل سي يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه. سيد الرئيس، سيد رئيس الوزراء، السادة الوزراء، زملائي زميلاتي النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد دعينا اليوم من أجل مناقشة السياسة العامة التي تنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، لذلك لابد علينا أن نسمع بعضنا. يا جماعة إذا كان حابين نمدوا مثال مليح للشعب الجزائري نسمعوا لبعضنا، وكل واحد يقول الكلمة اللي يمن بها ويعتقد بها. رانا في جزائر تسع الجميع، كما حررها الجميع يبنيها الجميع. على ما تتفقوش على هذه؟ لا لا نتكلموا بالخير، لكن نقولوا الحق. المشهد سيد الوزير لم يكتمل. احنا على بالنا جميعا ان اليوم جينا باش نضرب باش نشوفوا السياسه العامه من اجل حمله انتخابيه لمرشح الموالات لا اكثر ولا اقل، لكن المشهد لم يكتمل بخروج المواطنين يوم الجمعه. هذا هو اللي ما كنتوش مديرين له حسابه، ان هناك ناس، هناك شعب عايش في الجزائر يرفض العوده الخامسه. خرج الشعب، هذا الشعب اللي ما درتولوش حسابه خرج وكسر حاجز الخوف، خرج بدون اذن، رغم ان هناك حتى المساجد المقدسه هناك من الائمه من قال ما تخرجوش في المسيره، لكن ابنائنا ونسائنا ورجالنا خرجوا في المسيره وقالوا لا للعهده الخامسه. نعم احنا جبنا السيد الوزير انجازات 20 سنه انجازات، ماذا فعلت للجزائر؟ بدينا بالمديونيه، نعم اذا كان مديونيه تعتبروها انجاز، ورئيس الجمهوريه نحى 26 مليار دولار ومسح ديون بعض الدول الافريقيه، نريد ان نعرف من هي وكم هذه الديون. اذا كان هكذا انت تعلم معالي الوزير انه في 2022 الموسي وصل للعظم كما ضغط في 2017 ولن تجد به تسلك الموظفين. رحتنا لا بلونشا بي، لماذا؟ قلت باش نديروا الاستثمار وباش نديروا التجهيز، لكنك وضعتها كلها في الرواتب وفي العلاوات وفي غير ذلك. المفروض لما دير لا بلونشا بي نعرف وش حالة طبعت، وين رايح توصل، وش حالة وقتها تحبس. الان اصبح الدينار الجزائري الورق اللي تطبع به اغلى منه. المفروض لما تمسح الديون يطلع الدينار، لكن الدينار راهو في الحضيض. الشعب الان راهو فرحان، لكن فرحان لانه ثاق بكم وعلى باله واش راكم تديروا. الشعب خرج يوم الجمعه باش يقول لا للعهده الخامسه. نعم ما حبيناش رئيس الجمهوريه يخرج هذا المخرج الدنيء، هذا المخرج السيء، حبيناه يخرج على الراس. سي يوسف من فضلك، هذا كلام كم سي يوسف هاني اتكلم معك. الكلام نتاعك اسمح لي. شوف نقدر ما نعطيش كلمه اصلا في الشيء اللي راك تقول فيه، ولكن حبينا نفتحوا فضاء ديمقراطي الناس تعبر. اعطيناك الكلمه باش تعبر في اطار معقول، وهذا الحماس الزائد من اجل تمرير رساله. اولا ما كان حتى واحد وصي على الشعب، الشعب وصي على نفسه وكلنا ابناء الشعب. وهذا الركوب اسمح لي هذا الركوب نتاع موجه نتاع الشعب. الشعب يسنى كل احترام والتقدير، وما تكونوش اكثر وطنيه من الناس برا. الى قادرين تخرجوا عند الشعب. سيدي الوزير انا اشهد أنه جمع التوقيعات بوتفليقة صارت بالتزوير في البلديات وفي الولاية وفي الدائرة. أخرجوا جمع التوقيعات للرئيس إلى قادرين. يا يوسف نعطيك تتكلم ونزيد لك الوقت. ولا اسمح لي خليني نجاوبك. اسمح لي يا يوسف اسمح لي يا يوسف. احنا رانا نتكلم يا يوسف خذ الكلمة من دون اولا كي تكلم على السيد فخامة رئيس الجمهورية. هذو كل مولات بوتفليقة وحزب جبهة تحرير. اسمح لي راك تنتقد
راك تنتقد في حزب تاع اغلبيه الرئيس نتاع بوتفليقه فونا في با دروا دو بالي يا بوتفليقه ما عندكش الحق لا انت ولا غيرك لا ما عندكش الحق تكلم علي كي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي ما تتكلم اعطيتك الكلمه تكلم في اطار معقول تفضل نزيد لك الوقت باش تكلم في موضوع الذي يتعلق بالبيان السياسه العامه للحكومه نعطيك 10 دقائق ولكن الرئيس خط احمر زيد له دقيقة تفضل يوسف والله هذا يؤسفني حقيقة لأنه احنا تعلمنا من عند الرئيس أنه ليس هناك خطوط حمراء أنه الجزائر هذه بناها الجميع ويحررها الجميع ونعيش فيها جميعا هذه الحرقة والله العظيم والله من أجل الجزائر والله الحرقة هذه نتكلم بها خاطر الشعب خرج وشفنا هذيك المرأة تمد في الوردة لرجل الأمن وكأنها تقول له كأنها تقول له معاد انا اسحب الكلمة تاعي ما نقدرش في هذا الجو هذا ما نقدرش انا في الجو هذا ما نقدرش في الجو هذا معاد قلت هذاك المثال ان الجزائر تسعى الجميع الشعب راهو خرج وخاطر على باله باللي هذوك الناس اللي تفقد كروشهم من, 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 من مال الشعب هذوك الناس اللي راهم يشريوا يا يوسف بارك الله فيك يوسف رانا نحت والله اسمح لي والله تسمح لي احنا رانا نحترمكم خليوا الاحترام هذا دائما يكبر ما تصغروهش الله يرحم والديكم راكم تتوهمون في اشياء ما كانش حتى هذه الاشياء اللي راكم تجيبوا فيها احنا عمرنا ولا تكلمنا على لا رؤساء احزاب ولا على دائما نحترم التوجه العام نتاع الاحزاب السياسيه في اطار الاحترام المتبادل يقيسك واحد لا الاول اللي ندافع عليك ولكن رئيس الجمهوريه فوق الجميع كان حتى واحد يتكلم عليه شكون قال لكم انتم تتوهمون فقط انا ما نتكلمش عليكم انا تكلمت من كلمه نتكلم عليكم انتم وحدكم راكم تتوهمون